الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعلى بركته نستعين. أعزائي المشاهدين متابعين الكرام، نحييكم في انطلاقة أخرى من انطلاقاتنا في هذه الأمسية الجميلة في تحديات السن اللقاية مع شعارات أبناء القبائل. انطلق بحفظ الله ورعاية سادس أشواطنا في هذا المساء. جائزة هذا الشوط عبارة عن يوغن ستيشن جي ام سي، مقدمة لصاحب المركز الاول، صاحب الحظ الذهبي في هذا الشوط. يسير شوط يخص القعدان، المسافة 4 كيلومترات الى خط النهاية في تحديات سن اللقاية. نتابع معكم ايها الاخوة الكرام هذه الاشواط المسائية على ارضية الميدان وعبر قناة الريان الفضائية. انطلقت امال المشاركين مع هذه الشعارات الحاضرة والمزينة لأرضية الميدان. نبدأ مباشرة بالتعرف على الخمسة الأسماء المتقدمة، بداية مع صايب على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. شعار بن ذروة من يتقدم من خلال تقدم صايب، عبد العزيز بن علي بن سعيد البريدي من يقدم صايب على مقدمة هذا الشوط ويطمع بناموس وسيارة هذا الشوط، بينما على المركز الثاني نتابع تواجد مشاهدينا الاعزاء والقدوم من الفاتن بشعار محمد بن فاران، او هذا هو محمد بن حزام بن محمد الصعاق، يقدم لنا جلمود على مستوى المركز الثاني في هذه اللحظات. هذا الشعار الذي تميز في هذا المساء، قدم لنا الشوط الرئيسي مع الوذنة وقدم لنا الشوط الماضي في تحديات هذا الشعار مع حشارة، والان يبحث مع جلمود عن سيارة اخرى في هذا المساء وفي هذا الشوط. بينما على المركز الثالث نتابع التواجد مشاهدينا الاعزاء من شعار الامبراطور القادم مع الفارق محمد بن علي بن حمد المر، الذي يقدم الفارق على المركز الثالث، وايضا هذا الشعار سجل له حضور في هذا المساء مع هذه الانطلاقات المسائيه. ناخذ المركز الرابع، وصل الشعار السيلاوي القادم في هذه اللحظات من خلال تقدم ذيبان، خذ المركز الرابع، موقع ممتاز وانطلاقته خطيرة مع هجن السيلية القادم على المركز الرابع. المركز الخامس وصول في هذه اللحظات من الأسماء القادمة، تابع التقدم مشاهدين الكرام القادم في هذه اللحظات. منزح اللي خذ المركز الخامس علي بن محمد بن علي بن نورة يأتي في هذه اللحظات مع هذه الانطلاقة الجميلة، ولكن انخطف من قبل عون القادم بسرعة علي بن حسين علي الجربوع المري، يقدم لنا عون مع المركز الخامس. وصلت الأسماء، التهبت المنافسة بين هذه الشعارات الحاضرة. أين سيتجه ناموس هذا الشوط؟ الجي ام سي أيضا بالانتظار في تحديات هذا المسار الجميل، بالإضافة إلى تسعيرة هجن الشحانية، منافسات والأجمل مع شعارات أبناء القبائل. ولكن المقدمة صدارة هذا الشوط، لا زال جلمود مع المقدمة يقود هذه الأسماء بشعار الصعاق، يحضر في تحديات كبيرة، بوابة الكيلو متر الأخير، بوابة الناموس والانطلاق، جسر العبور إلى خط النهاية. التحديات مع جلمود مع شعار الصعاق الذي يأتي بتحدياته في مساء هذا اليوم. هذا الشعار الكبير المنطلق مع جلمود محمد بن حزام الصعاق، يقدم لنا هذه الانطلاقة مع جلمود على المركز الأول، بينما الخطر قادم من شعار السيلاوي. ذيبان 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 يأتي في هذه اللحظات مع المركز الثاني من هجن السيلية، والذي أيضا يسير في تحديات كبيرة. المركز الثالث نتابع الأسماء القادمة، ولكن المقدمة أيضا مع المركز الثالث قدوم شعار بن بريكان الواصل مع كرار سعيد بن صالح بن بريكان، ولكن جلمود أجبرنا مع مقدمة الشوط. نبقى مع الصدارة مع الانطلاق الممتاز. الله يا الصعاق، نعم نجما في هذه الأمسية. هذا الشعار يحضر مع جلمود ليسجل أيضا الهاتريك في هذا المساء. سلام الصعاق سلام في إبداعات هذا الشعار الذي يحضر بنجومية ذهبية. تهانين أيضا وسلام للوالد سالم
بن علي الصعاق الذي يحضر ويتابع في هذا المساء في تحديات هذا الشعار الكبير. الصعاق سلام، سلام جلمود سلام، اسعد الله مساكم على هذا الفوز والانتصار. الهاتريك يسجل في هذا المساء بعد تحديات هذا الشعار ومع انطلاقة جلمود الذي حظى على الفوز والسيارة والانتصار. المركز الثاني، ثاني المراكز مشاهدين الكرام كان الوصول من ذيبان من هجل السيلية، والمركز الثالث، المركز الثالث من وصل عز لسعود بن عبد العزيز بن سالم المري، والمركز شعار بن شنان، نعم المركز الرابع، المركز الرابع كان الوصول من العابر لسالم بن سعد بن سالم آل نابت آل نابت، والمركز الخامس، المركز الخامس كان من نصيب كرار لسعيد بن صالح بن بريكان. هذه نتيجتنا، ولكن جلمود الذي حظى على ناموس هذا الشوط ليسجل ثالث النقاط ايضا لصالح شعار الصعاق. ناخذ التوقيت الزمني لحظة وصوله الى خط النهاية، قاطع مسافة الاربع كيلومترات في 5 دقائق و51 ثانية، 44 جزء من الثانية. تهانينا لمحمد بن حزام بن محمد الصعاق المري على فوز جلمود بالمركز الاول في منافسات وتحديات سادس الاشواط، بينما المركز الثاني كان الوصول من ذيبان في 5 دقائق 55 ثانية، 93 جزء من الثانية. تهانينا للهجن السيلية انتزاع ذيبان المركز الثاني. اما ثالث المراكز، مع المركز الثالث كان الوصول مشاهدين الكرام، مع ثالث المراكز وصل عون في 6 دقائق و73 جزء من الثانية. تهانينا لعلي بن حسين من علي الجابوعي المري.